السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين وسعيد ان انا التقي بيكم. لكن خليني اقول النهارده بتواجدكم معانا النهارده انتم شفتم احنا بنتصدى لكل شيء. ده امر محتاج الناس يوصل لها. كل الناس البسيطه جدا والناس اللي هي يعني قطاعات الشعب المختلفه فئاته المختلفه يعرفوا ان احنا مش سايبين موضوع بنركز في حته وسايبين لا احنا شغالين في كل قطاع باعلى معدلات ممكن نعملها. يعني ده اقصى طاقه ممكن الدوله المصريه تنفذها بيها في كل شيء. انا المهم اللي انا عايز اقوله في المشروع بتاع القرى المصريه، وانا يعني من خلالكم قدمنا للناس ببساطه اللي هيتعمل، لكن احنا بننشده ان احنا نغير وجه الريف المصري بشكل متكامل. يعني ما نقولش ايه طب هنشوف القرى الاكثر احتياجا ونشتغل فيها، او نشوف القرى الصرف الصحي بتاعها تبقى للخطه. لا لا لا، احنا داخلين نقول ال 50 مركز دول، ال 22 محافظه دول بال 1400 قريه تقريبا، لا احنا هنخش فيهم ونخرج. هم مش محتاجين حاجه تاني، هم وايه والتوابع بتاعتهم. انما القضيه المهمه ايه؟ يمكن كتير مننا يقول لي طب يعني ازاي التكلفه الماليه بتاعت الكلام ده انتوا هترتبوها ازاي؟ التكلفه الماليه مخططه ومدبره كالاتي بمنتهى البساطه. يعني احنا بنقول ايه؟ انت قطاع الكهرباء كان حاطط ارقام لصالح الكهرباء الريف، وزيه زي الري زي الصرف الصحي وزاره الاسكان يعني هيئه المجتمعات، كل واحد حاطط مخطط والصحه والتعليم كده حاطين ارقام في الموازنه خلال الثلاث سنين اللي جايين. هنصيغ نفسنا ومواردنا وصرفنا بحيث ان هو نحشره ونخلص به من حاجه واحده مره واحده. احنا بنتكلم في ثلاث سنين، بنتكلم في ثلاث سنين على الايه؟ على مش ال 1500 قريه، لا على 4500 قريه. ده امر انا بس حبيت ان انا اقول لكم عليه. في فرصه لمصانعنا والقطاع الصناعه في مصر طبعا. كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده بنتمنى ان مستلزماته نجيبها منين؟ من مصر. مواسير صرف، كابلات كهرباء، محطات معالجه بترمباتها، اي حاجه ممكن تستخدم في صالح هذه الاشغال تبقى تنتج فين؟ في مصر. هنا ما بقاش في ضغط على الدولار، وفرصه للصناعه ديت ان هي تاخد خد دفع ضخمه، خد اشتغل وهات ونبتدي نعمل ونحرك الاقتصاد. اي حاجه داخل ال 1500 قريه دول مخططين ان احنا ندخل ونخرج منها بتوب تاني خالص. طب اهلنا في الريف يساعدونا في ايه؟ هيتعمل اعمال حفر عشان تمد مواسير للصرف الصحي. استحملوا بقى اللي يعني استحملوا شويه اللي احنا هنعمله عشان نخلص في اسرع وقت ممكن عشان ندخل على المرحله الثانيه. انا متفائل جدا بالله سبحانه وتعالى، لكن عايز اقول لكم ان احنا هنبدا من بكره ان شاء الله برضو حمله التطعيم على باللقاحات. بكره هنبدا بالاطقم الطبيه ان شاء الله، ثم يعني الناس اللي هي يعني عندها يعني امراض مزمنه، ثم كبار السن وهو لهم مجر. ربنا يحفظكم، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يحفظكم جميعا. تحياتي لكم جميعا من خلالكم لمصر، اللهم امين. شاكرين، كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.